السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة. النهاردة احنا في مترو محطة العتبة، في محلات كتيرة هنا بتبيع منتجات اللي هي اللبس، منزلين عليه الاوكازيون الشتوي. هنشوف بعض الموديلات ونشوف ان شاء الله تعجبكم وتنزلوا ان شاء الله تشتروا زينا كده. بصوا العباية دي جميلة اهي ب230، كل اللي هو القطيفه ده اللي هو الشموع ده نزل عليه خصم ب230 العبايه، موديلات جميله جدا وفي جميع المقاسات، في زي دي كده اهي، في دول اللي هو الحراير ب280 موديلات اهي، كم دول؟ كم دي؟ الجين؟ الجينز دي كم يا هدي؟ 170. جميلة عباية جينز اهي ب170، في موديلات كمان عبايات للبيت 135 ب135 العباية، في ازدالات بكام الإزدال ده؟ الإزدال 115. ما عملتش مقدمة فضلت كل النهارده عندنا عرض ب 35 جنيه بنطلون جينز سويت شيرت زي ما انت شايفه، والناس ثقه بتشتري قدامك اهي. المحل ايه؟ الناس محل هواي في المترو، اسال الناس اللي واقفه بتشتري بكام؟ يا عم الحاج احنا بنقول لحضرتك بكام؟ 35. لا ابص الكاميرا يا عم الحاج ب 35 ب 35 35
في حفظات اهي، الحفظه ب 50 جنيه السرير. للسراير. نتفرج عليها.